أهلا بيكم من جديد في حديث القاهرة. سمعتوا عن جمعية أرامل مصر أو جبهة أرامل مصر من الرجال؟ تصوروا إن في جهات بتتكلم بقالها فترة قد إيه علشان تنادي بحقوق الأباء الأرامل المنسية، وسموا نفسهم المنسيون في قانون الأحوال الشخصية. زميلنا العزيز الإعلامي الأستاذ سعيد جميل في برنامجه أنا سعيد هنا على شاشة القاهرة والناس عمل حلقة عملت ضجة وكانت حديث القاهرة، لأن القصص اللي سمعناها لفتت النظر لقد إيه حجم المعاناة اللي موجودة عندهم، وقد إيه إن إحنا محتاجين نفتح حوار على كل المستويات عشان نحل المشاكل اللي بيعانوا منها. ويمكن أهي بدأت بوادر حل المشاكل مع الإعلان عن تصور ما سيجيء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي تم الإعلان عنه خلال الساعات اللي فاتت. إحنا هنا وقفنا قدام الموضوع، وليه اختاروا زميلنا سعيد جميل؟ وإيه هو وراء هذه المعاناة من قصص وحكايات؟ خليني أرحب بيه هو الأول، لأنه هو لأول مرة معانا هنا في حديث القاهرة. أهلا بيك. مبروك على نجاح البرنامج الكبير، ومبروك على الموضوعات اللي يعني الحقيقة عاملة ضجة وحديث القاهرة الأيام اللي فاتت. الحمد لله، أنا مبسوط جدا أنا مع حضرتك، ويعني أنا فرحت قوي لما تم إتاحة الفرصة لي أن أنا أبقى في البرنامج الرئيسي في القاهرة والناس. حديث القاهرة من البرامج المهمة جدا في مصر، واللي ليها ردود افعال حلوه في الشارع المصري، فانا حابب ان انا برضو من خلال انا سعيد ومن خلال حديث القاهره ابقى متواجد مع حضرتك. شرفتنا جدا يا استاذ سعيد. طبعا يعني ما يخفاش عليكم ابدا ان كل القضايا المجتمعيه اللي بنعيشها ستات ورجاله واسر موجود في انا سعيد بالتفصيل على كل الاتجاهات. من الاباء اللي عانوا جدا من الوضع الحالي في قانون الاحوال الشخصيه، واللي تقريبا من 1920 من وقت ما طلع تعديلات بسيطه لكن كلها لم تنصف الرجل الأرمل اللي بيعاني حتى هذه اللحظة، معانا منهم وهنعرف معاناتهم الأستاذ أحمد العشري. أهلا بك أستاذ. مرحبا بك يا فندم، الله يخليك يا رب. معانا الأستاذ مصطفى مهر. أهلا بك أستاذ مصطفى أحمد. أهلا بك يا أستاذ مصطفى أحمد. أيوه. يعني أنا الحقيقة اسمح لي إن أنا هبتدي من عند الأستاذ أحمد، لأن إحنا وقفنا قدام قصتك اللي كانت موجودة واللي تعرض منها جزء والناس كلها تفاعلت معاها التفاعل شديد جدا. طب ايه رأيكم قبل ما احكي لكم خلينا نشوف جزء من اللي كان موجود في الحلقة. نفسك تاخده في حضنك كده وتنام طبعا على السرير طبعا، او تاخده في حضنك وتروح طبعا وتروح تصلي انت وهو؟ اكيد طبعا. تقضي معاه العيد؟ اكيد اكيد اكيد. قول لي نفسك في ايه؟ انا فرحتي مش كاملة وابني مش موجود. ابنك موجود على وش الدنيا ومحروم منه، هو ده وضعنا، ده حقيقي. احنا بنتعامل معاملة الحيوانات بجد. احنا مراتك تموت بيتك يتخرب تتحرم من ابنك، هو ده اللي موجود، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه. استاذ احمد انا ببتدي بيك عشان سؤال واحد بس قبل ما نروح للاستاذ سعيد. امور يا فندم. ردود الفعل اللي جات لك بعد ما اتذاعت الحلقه كانت ايه؟ والله يا فندم يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا طبعا عملنا حلقه، وانا والله مش من الناس اللي برتب كلام ولا بقول، يعني انا بتكلم على قصه جوايا، حاجه كنت صادق باين جدا، يعني حاجه جوايا ربنا اللي يعلم بيها. فطبعا الحمد لله ان عملت الحلقه، عملنا حلقه كويسه ونزلناه شيرنا احنا جبهة أرامل مصر، وبمساعدة كمان الأم والجدة نينيه المغربي دي طبعا جدا متضررة. الناس تفاعلوا معاك ازاي بعد؟ ونزلنا الحمد لله على السوشيال ميديا، لأن طبعا ناس بيتصلوا بيا فعلا وبيكلموني على الرسائل بيقولوا لي انت عيطتنا انت بكتنا، حتى الأرامل اللي معايا قالوا له انت بكتنا انت خلتنا نعيط، يعني احنا نفس الجرح ونفس الالم، وما قدرناش نستحمل الفيديو بتاعك، ما قدرناش نستحمل كلامك وكده. حجم الصدق اللي كان موجود في القصص خلانا نقف قدامها، وخلانا نسالك انت كمان، يعني البرنامج اسمه انا سعيد بتعرض القضايا المجتمعيه، نبكتنا في عرض قضيه زي دي، خلينا نسالك انت بتختار القضايا اللي بتعرضها والموضوعات بناء عليها؟ برنامج انا سعيد احنا اخترنا له ايدنتيتي ان احنا بندور على السعاده في كل مصر. بس وانت بتدوري على السعاده بتلاقي المحبطين، المهمشين، الزعلانين، التعبانين اللي بيبكوا. ما قدرتش افوت 2 مليون مصري بيعانوا من التجربه دي.
كان حصل حوار ما بيني وبين احد اصدقائي، طبعا هو شريكي في 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 في, في رحله نجاح، الاستاذ شريف حموده، حضرتك كنت استضفتيه قبل كده، وست النائب محمد فؤاد، هو كان متبني الافكار دي، وقعدت انا وهو اتكلمنا على موضوع ارامل مصر ان هي بتمثل شريحه كبيره. دخلنا عشان نعمل سيرتش كده بسيط ونعرف نسبتهم قد ايه، فلقينا ان اخر تعداد ليهم تابع للمركز القومي للتعبئه والاحصاء بيقول ان هم ابروكسيميتلي كده تقريبا في حته ال 2 مليون 2 مليون و200 في الرينج ده، دي شريحه كبيره. والحقيقه الاعلام ما كانش كان غضض البصر او ما كانش ملم بان في ماساه بيعيشها الارامل في مصر. الحقيقه انا وفريق اعدادي بقياده طبعا الاستاذ ميلاد ابي رعد اللي بكن له كل الاحترام والتقدير، صديقنا واخونا، والاستاذ احمد سعيد القائد، ابتدينا نحط ايدينا في الموضوع دوت وابتدينا نتحرك فيه. الحقيقه لما حطيت ايدي فيه انا لقيت فيه كوارث. كريمة هانم، المصري والمصرية أول ما بيخلفوا بيرموا أساميهم، بيبقى اسمها أم محمد، أم جوزيف، أم بيتر، أم علي، أبو علي، أبو محمد، أبو جوزيف، بيرموا أساميهم وبيتشبثوا أسامي الأطفال. الطفل عندنا في مجتمعنا ده بيمثل قيمة كبيرة قوي للأب والأم، هوية للأب والأم، بالظبط امتدادي. من هنا ابتديت أخش في الموضوع دوت، وابتديت أكتشف ان موضوع الارامل مش بس ان زوجته ماتت، في ابعاد تانية. البعد التاني ان دايما اهل الزوجه بيحملوا المسؤوليه، مع ان الاعمار دي بيد الله، دايما بيحملوا مسؤوليه انت كنت قاسي عليها وهي ماتت من الزعل، انت كنت سايق عربيه وعملت حادثه وهي توفت، انت 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 انت. فلقيت الاب طبقا للقانون الحالي زوجته بتتوفى، الحضانه الاب رقم 10 او 12، فبيتاخد منه ابنه وبيتاخد منه البيت كمان لانه مسكن الحضنه. والراجل ده قال جمله وجعتني قوي، قال لي احنا متجوزين حماتنا، احنا متجوزين حماتنا. هنا بصراحه مع كم السعاده والتفاؤل اللي في البرنامج، بس لو كان متجوز حماته حتى كان هيبقى رؤوفه ولطيفه وجميله مراته يعني. بصي انا برضو بعذرهم في جزئيه، ان برضو هي بنتها توفت، فكم الالم اللي جواها، لازم يبقى في حوار توعوي ان احنا نقول لها هي توفت قضاء وقدر. مش معنى كده ان الابن اللي معاكي ده هيتحرم من امه ومن ابوه، هيتحرم من امه ومن ابوه. طب هي الست وهي شايفانا في العالم الاخر هي رايها ايه، وهي شايفه اولادها لا معاها ولا مع الاب، بالاضافه لانك مش من المفترض تحكمي عليه بانه يفضل اعزب طول عمره عشان انت حزينه على بنتك، او ان هو المفترض يكون حزين على ام ابنه او ام بنته، لان الحياه لازم تستمر. بالزبط. وهم زي ما احنا شايفينهم شباب. بالزبط. فاسمح لي بقى اخد الجزء فضل. من الاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى، تمام، فكره المعاناه، يعني لما انا قريت كلمه المنسيون في قانون الاحوال الشخصيه، وان ازاي طفل امه تموت قدرا فتبعد عنه، بس ابوه يموت عنه بفعل فاعل، يبعد عنه بفعل فاعل وهو القانون. تمام. انت عشت التجربه دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تجربه مريره. تخيل تبقى حياتك حياه مستقره وعاديه، وفجاه زوجتك تتوفى ايا كان السبب، تمام، وبعد كده تفاجأ انك بدل ما يبقى المجتمع مدعم ليك والقوانين تبقى واقفة في صفك، تلاقيك انت محارب انت وطفلك واسرتك وكل حاجة تتدمر. يبقى الطفل اللي امه توفيت يتحرم كمان من والده لغاية سن 15 سنة. اليتيم اللي مات ابوه، اللطيم من ماتت امه، العجي من فقد الايه الابوين الاثنين، امه والاب. اطفال ابناء الارامل ايه يطلق عليهم اللفظ الثالث اللي هو العجي، لانه الام توفيت خلاص قدرا ما عادش راجعه، وفقد ابوه بالقانون لغايه سن 15 سنه. عندك ولد ولا بنت؟ ولد وبنت. وهما الاثنين مش بتشوفهم؟ بشوفهم في الرؤيه. واللي هي تقريبا اخر مره كانت امتى؟ الرؤيه اخر مره من حوالي 3 اسابيع. تبقى كفايه عليكم انتوا الاثنين؟ ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه بكتيره. الرؤيه ده شيء مهين. يعني بتقابلوا فين؟ في نادي مركز الشباب في القريه عندنا. وهم اعمارهم قد ايه يا استاذ مصطفى؟ الولد حاليا دلوقتي في الصف السادس الابتدائي، يعني حوالي 11 سنه ونص، والبنت في الصف الرابع الابتدائي. يعني الولد داخل في قمه مرحله الاحتياج ليك، يعني بدا من سن 12 سنه، يعني هيبتدي يبقى ابويا ومحتاج اتكلم معاه ومحتاج افهم ومحتاج اسمع. تمام. العلاقه بينك وبين حماتك مش قويه، سيئه؟ طبعا. هو ده السبب؟
لا هو كان العلاقات كانت علاقات طيبة حتى بعد الوفاة. تمام؟ طبعا انت العلاقات عمرها ما هتبقى ثابته على طول، الحياه دايما ابس اند داونز، مش الحياه مش ثابته، ممكن يحصل اي خلاف. طب انت اتجوزت؟ اه الحمد لله متزوج. ده كان جزء من سبب الازمات ممكن اللي حصلت؟ ممكن جزء. تمام. وانت كمان كان جزء من ازماتك انك اتجوزت يا استاذ احمد؟ والله يا فندم انا من ساعه حاله الوفاه وانا الموضوع اتأزم معايا. يعني انا من ساعه ما اتجوزت ولقيت المشاكل بدات حتى قبل ما اتجوز كمان. للاسف الشديد يعني. طب اخر مره شفت، انا عارفه انك عندك ولد. بص صح؟ يا فندم انا يعني انا ما اعرفش شكل ابني فعلا. انا ما انا بقالي كده 4 سنين ما شفتش عبد الرحمن. اخر مره شفته قبل ما تتوفى مراتك ولا بعد ما توفى؟ لا قبل ما تتوفى يا فندم، لان هي كانت موجوده عند اهلها وانا كنت هنا في شغل في القاهره. ومن يعني هذا اليوم منعوك من انك تشوفه نهائي. طب بتصرف عليه؟ بدفع له نفقه يا فندم، اللي رافعين عليا نفقه واجر مسكن، وبدفع له النفقه بتاعته اللي بيطلع اللي اتحكم بيه القضاء. طبعا. طب انا سمعتك وانت بتقول انا ادفع مال الدنيا كله بس اخد ابني تاني. طبعا يا فندم اي حد كده، مش انا لوحدي. اهل ابنك اللي هي حماتك والعيله ما حاولوش يتواصلوا معاك بعد ما سمعوا ده؟ يا فندم يعني انا ما اعرفش، انا حاسس انا اللي قتلت مراتي. يعني هم من تصرفاتهم تقصد ان هم مدينك؟ أيوة احساس بانك كانك انت اللي قتلتها؟ طبعا يا فندم والله العلاقه بينهم سيئه جدا جدا. يعني انت انا مراتي ماتت، انا ذنبي ايه؟ انا راجل ما كنتش موجود، حتى ما كنتش موجود. وبالقانون ما عندكش غير كده، ما عندكش غير اذا كان ارفع رؤيه. وانا معلش انا اسف في الكلمه، انا عمر ما هين نفسي في الرؤيه، انا عمر ما هروح رؤيه اشوف ابني 3 ساعات. طب حكملك ولا ما تحكملكش بالرؤيه لسه؟ انا ما رفعتش رؤيه يا فندم. انت كل ده ماشي في الموضوع بالعلاقات الاجتماعيه، ارجوكوا يا جماعه عايز اشوف والله ده اللي حصل. وحضرتك رفعت رؤيه يا استاذ مصطفى؟ انا قعدت 2.5 سنين كاملين ما اشوفش الاولاد، فما لقيت السكه مقفوله فما كانش قدامي بديل الا الرؤيه. ولو كنت سبت الموضوع كده انه يتحل ودي كان برضه ما شفتش ابني، كانش ما كنتش هشوفهم، فده قدامي أسوأ حل موجود، فانا ما كانش في بديل. بس هو كرؤيه لا تليق هذا الموضوع بالجمهوريه الجديده، لازم الموضوع ده يتغير بآليات تكون في مصلحة الطفل. طبعا رد الفعل اللي حصل بعد الحلقة دي من الناس اللي أصبح زي ما قلنا حديث القاهرة، إحنا إزاي مش شايفين الأرامل الرجالة؟ ناخد بقى شوية نور. أيوه. ونطلع كده نشم نفسنا فرحانين. أيوه. بص يا فندم، لما سلطنا الضوء على الـ على الـ على الموضوع دوت، القانون كان بيتم إعداده وكان فيه بنود كتيرة، بس الحقيقة إحنا بعد إذاعة الحلقة الناس دي طبعا شيرت اللينك بتاع الحلقه على نطاق واسع جدا وناس كتيره شافته. انا يعني مش هقول احنا كنا سبب او ما كناش سبب، انا عايز اقول ان اللي الناس دي كان نفسها فيه هو حصل دلوقتي. السيد المستشار القائم باعمال تجميع المواد القانونيه اعلن امبارح ان في ماده جديده ظهرت، ان الاب يبقى رقم 2 بعد الام في الحضانه. في الحضانه سواء احنا كان لينا دور او ما لناش دور، الناس دي ربنا جبر بخاطرها. انا بقول انت عارف ايه اكبر دور ممكن يكون يتعمل؟ يعني لان هذا القانون احنا عارفين انه بيجري الاعداد ليه من فتره تقريبا وصلت لسنه. وفي مشارك فيه على فكره في 20,000 مقترح اتقدم للجنه، وفي اطباء نفسيين، وفي قضاه على اعلى مستوى، وفي اساتذه في علم الاجتماع وعلم النفس. لكن اللي انتوا عملتوه اللي كان ضجه فعلا ان وريتوا الجزء الخفي لمعاناه، لان ما حدش كان بيسلط الضوء قوي في الاعلام على معاناه الارامل من الرجال. وهنا تسمحي لي اشكر فريق اعدادي المحترم واحنا كمان محمد شواب والاستاذ عبير وكل الفريق، ناس بصراحه في قلب مصر. هم في قلب مصر، وانا بصراحه من غير فريق العمل دوت ومن غير القناه المحترمه اللي انا فرحان جدا ان انا بنتمي اليها، وطبعا الاستاذ طارق يعني هو ابونا الكبير، الناس دي كان صوتها منسي، والمادة اللي زادت ديت جبرت بخاطرهم. انا عايز بقى حضرتك اساليهم ردود الافعال ايه، عشان انا شايفهم هنشوف بقى ردود الافعال حتى هيعيطوا بقى مننا. لا ما احنا ناخد بقى المجموعه بتاعت ردود الافعال كمان من اللي معانا على زوم، واحنا يعني حبست الاستوديو. لا ده احنا معانا مجموعه من الجبهه، جبهة أرامل مصر الرجال، مجموعة منهم مشاركة معانا عبر زوم. معانا الأستاذ هاني مدحت، الأستاذ معتز سمير، الأستاذ أحمد خلف، الأستاذ أحمد سامي. يا أهلا بيكم. هبتدي بالأستاذ أحمد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. يعني تكوين جبهة لأرامل مصر بتدوروا بيها على حقوق ليكوا منسية، يعني أكيد أكيد الحكايات اللي بتسمعوها من بعض أصعب من بعض، لو كلمت عنك أنت.
أنا زوجتي توفت من شهر 2 اللي فات، الله يرحمه، واتفاجئت بعدها إن الجدة من الأم اللي هي حماتي، إحنا هناخد الولاد لأن الشرع بيديهم لنا والقانون بيديهم لنا والقانون في صفي، فالولاد ولادي. أنا عندي بالمناسبة بنتين وولد، بنت في الصف السادس وولد في الصف الرابع، ربنا يخليك، وبنوتة صغيرة الله يبارك في حضرتك في حضانة. فبدأت أتكلم معاها وأتفاوض معاها، قلت لها أنا عارف إن القانون الحالي بيديك الولاد، إنما بعد إذنك إحنا نخلي الولاد ما بيننا وما بينك زي ما كانت عمتهم موجودة وعايشة معانا. بدأت كل ما يعني أتفق معاها على اتفاقات تنقض الاتفاقات معانا، كل ما نتفق على اتفاق تنقضه. مرة في اثنين في ثلاثة بدأت تمنع الولاد وقطعت الولاد عندها. يعني القصة والمأساة متكررة، سواء كانت الوفاة من سنين طويلة أو حتى من شهر اثنين اللي فاتت. طب أنتوا بتساعدوا بعض إزاي في الجبهة دي؟ والله يا فندم احنا بنساعد بعض لان احنا هدفنا واحد، احنا كلنا هدفنا واحد، كلنا اولادنا مسلوبين مننا، كلنا اولادنا مش موجودين معانا. حتى لو اولادي رجعوا لي، انا اولادي رجعوا لي في الاونه الاخيره، بس رجعوا لي مناصفه ما بيني وبينهم، لان ربنا وعدني بقاضي انسان بعد ما قدمت ادله ملموسه جوه المحكمه وفيديوهات لابني وهو موجود عندها بعد ما قطعتهم مني، ان ابني كان نزل ورشه ميكانيكا بتاع مسخلته اشتغل فيها. ده حقيقي فعلا. ودي ربنا كرمني بواحد حبيبي واصدقائي ليا كتير صوروه وانا صورت ابني وقدمت الفيديو ده للمحكمه. المحكمه منصفه جدا جدا لما بيكون في اي تعدي على الاطفال، لكن بالقانون الجديد ان شاء الله اللي مشروع دلوقتي بيتناقش هيبقى افضل. وده اللي انا عايز اسال فيه كمان يعني عضو اخر للجمعيه الاستاذ احمد سامي. استاذ احمد، يعني الحاله اللي انا شفتها بعد نشر الفيديوهات لحلقه انا سعيد على صفحه جمعيه وجبهه ارامل مصر كانت بجد مبشره، ان كلكم بدا يبقى عندكم امل مع التصريحات الاخيره. بقى احساسكم ايه؟ شايفين الموضوع هيتحل؟ انا الاول بحب السلام عليكم انا الاول بحب اقدم رساله شكر لقناه القاهره والناس وبالاخص الاستاذ سعيد. بوقوف فعلا حضراته جنبنا بجد، لان فعلا ما كانش حد حاسس بارامل مصر من الرجال نهائي. صحيح. لكن الحمد لله بقى في امل، لان انا يعني انا شخص معايا ابني فعلا، لكن مطارد بيه دائما ومطارد في شغلي ومش عارف اكمل حياتي واستقر نهائي. كل يوم وتاني في مكان مضغوط ماديا وعصبيا، والقانون بجد بيهاجمني في كل حاجه، وبالاخص ان يعني كمان حماتي محاميه وحماه محامي، فدايما مستغلين القصه دي ومستغلين القانون ضدي دايما، واذوني انا شخصيا واذوا والدي ووالدتي واذوا البيت كله. خلاص بعد كده مفيش حد فوق القانون. القانون هيكون حاسم وعادل، لان يعني ده القانون اللي طال انتظاره، ان شاء الله يكون مبشر ليكم كلكم وكل القضايا دي تتحل. دكتور استاذ سعيد وقناه القاهره والناس، واحنا بنشكرك جدا استاذ سامي. شكرا جزيلا استاذ احمد سامي. وكلمه اخيره هاخدها من على زوم الاستاذ معتز سمير، اذا عندك رساله عايز توجهها بعد ما قريت التعديلات اللي بتناقش حاليا وتعرضت للحوار المجتمعي زي ما السيد الرئيس قال على قانون الاحوال الشخصيه الخاصه بحقوق الارامل، عندك اي تعليق تحب تقوله او رساله؟ والله يعني انا احب نشكر ان انتوا وقفتوا جنبينا في الموقف ده، يعني ان احنا تعبانين جدا بسبب القانون ده. يعني هم شالوا الجنب واحنا بنشكر الاستاذ سعيد جميل الحقيقه على طرح الموضوع بالشكل العظيم ده. شكرا يا سعيد. طب عندك اي رساله عايز توجهها استاذ معتز؟ والله هو نتمنى ان احنا نربي عيالنا بس ابسط امور حياتنا، يعني يا رب يرجعوا لحضنكم وتتهنوا بيهم وهم يتهنوا بأبهاتهم، يعني ما يبقاش الأم والأب. بنشكرك جدا أستاذ سعيد. احنا عملنا الفقرة دي علشان نقول للناس ان الحوار المجتمعي بيبتدي عندنا في بيتنا في بيت الإعلام، وقضية مهمة زي اللي انتوا طرحتوها دي بجد برد الفعل اللي أصبح حديث القاهرة تستحقوا عليها الشكر. لو كلمة أخيرة هطلبها منك هتقول ايه؟ زي ما مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الدينية تبنت الفكرة وحست بالرجالة، أنا بطلب من مجلس الشعب الموقر لما يتم إحالة القانون له أنه ينظر للناس دي ويدعم موقفهم، لأن دول بيمثلوا شريحة كبيرة جدا من المجتمع. صحيح. وهم نفسيهم ممكن يبقوا مكانهم في يوم من الأيام لا قدر الله. ده ندائي
اللي انا بوجهه من خلال منبر حضرتك المحترم لمجلس الشعب الموقر. والنداء وصل على الهواء مباشره. واذا كنا بنتكلم في حوار مجتمعي ادا بداناه هنا اهو يعني في القاهره والناس برنامج انا سعيد بعرض النماذج بمشاكلهم والحياه والواقع بيعيشوه ازاي، واحنا بنعيد عرضه ليكم لانه حديث القاهره اللي محتاج حل جذري. وبنشكر طبعا كل القائمين على اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصيه. بنشكرك جدا يا استاذ احمد. تحت امرك يا فندم. بس انا بس يعني حابب برضك اوجه الشكر فعلا لقناه القاهره والناس وخاصه اخونا الاستاذ سعيد. والله احنا ما كناش متخيلين فعلا ان احنا هنوصل للمرحله دي. يعني ايه ده هنخضع عيالنا؟ يعني انت متخيله ان القانون حاكم لك مثلا انك تشوفي ابنك 3 ساعات دلوقتي؟ لا، كل ده الحمد لله اتهدم، والحمد لله ان احنا هناخدوا عيالنا وبالقانون الحمد لله. بس بشرط الرعايه السليمه والحفاظ عليهم. فندم أنا وانك أنا تكون مش اهل ده. انا مش هقول لك كل دي اشتراطات هيتبعها القانون. مش هقول لك كل الاباء كويسين وكل الاباء بيدوروا على اولادهم، بس احنا تعبنا كتير. احنا من زمان جدا جدا بنحاول نوصل صوتنا، والحمد لله رب العالمين ان احنا لقينا حد طبعا سمع صوتنا وحد وصل صوتنا زي الاستاذ سعيد والبرنامج الجميل بتاعه. والحمد لله ان يعني سياده الرئيس بنفسه يعني كاب وكرئيس يعني سمع صوتنا. يعني احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ ان شاء الله نفرح في الليل للاخر. مش عايزين حاجه ثاني والله يا استاذه كريمه. ان شاء الله احنا سعدة بالبسمه اللي على وشك دي بعد البكا اللي كان موجود في البرنامج. انا جاي بعيط. انا جاي سعيد بصراحه كده برده. هو ده كان السبب في البكا الاخيره. انا جيت اضحك هنا. انا سبت البرنامج بتاعه جيت اضحك هنا. خلاص انت غريب يا اخي. اللي حصل هناك عمل لنا ده الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. يعني بجد بنشكركم جدا وان شاء الله نشوف البسمه دي جميله والله. واحنا مبسوطين جدا وشيء جميل ان احنا نطلع على القناه دي والله. شرفتونا للمره الثانيه يعني في قناه القاهره والناس. ومشكورين جدا. انا عايز اود اشكر السيد الرئيس على الماده الجميله جدا وضع الاب في المرتبه الثانيه. هذه مكانه تليق بالاب المصري. فنشكر فخامه الرئيس على هذا الانجاز. ان شاء الله يكون قانون يليق بالجمهوريه الجديده باذن الله والالفيه الجديده ان شاء الله. خلال 60 يوم مشروع هذا القانون هيكون جاهز للعرض. وان شاء الله نتابع معاكم هنا بعد ما يخرج ويقر البرلمان بشكله الاخير. من أنا سعيد اللي أسعد الناس دي وإن شاء الله يسعد 2 مليون شخص لفاصل قصير ونرجع. شابو لأهل الفن الجميل الشباب اللي تحدوا الكبار. بعد الفاصل نشوفهم ونستمتع بما قدموه على مسرح الدولة، مسرح الإبداع.